ارجع لك تاني دكتور عمار، ومره تانية هسالك على موضوع ما يتردد، وحضرتك خبير يعني في الحركات الاسلاميه، من انه كانت هناك صفقه بين الاخوان و6 ابريل والاشتراكيين الثوريين عشان يعني يشاركوهم في النزول احتجاجا على الوضع السياسي القائم في مصر حاليا في ذكرى 25 يناير، تتضمن بانه الاخوان يصدروا هذا البيان الاعتذاري وأن يتخلوا عن شعارات رابعة والمطالبة بعودة الدكتور مرسي في مظاهراتهم للفترة دي على الأقل. دي لعبة قديمة، يعني الاشتراكيين الثوريين كم عددهم في مصر؟ عشرات. 6 أبريل كم عددهم في مصر؟ عشرات. لكن الإخوان، أولا 6 أبريل ليست كتلة واحدة مقسمة، المجموعة اللي مع الإخوان بالعشرات، لكن هي تريد أن تسوق خطابا للعالم أن لسنا وحدنا ضد السلطة الجديدة، تحط الاشتراكيين الثوريين، تحط 6 أبريل، تحط بعض الحركات كنوع من، لكن كل هؤلاء يعني مجرد. ولكن أنت تؤمن بأن مثل هذه الصفقة عقدت فعلا؟ ممكن، وارد وارد. وفي كمان يعني في كلام، يعني أنا وسط الشباب وعارف كيف يتحدث بعضهم عن بعض، يتحدثون عن ظاهرة المؤلفة جيوبهم، يعني ليست فقط المسألة في شراء زمن، في ناس عندها اقتناع مثلا ضد حكم العسكر كما يقال. انا احترم اي حد عنده وجهه نظر، بس تكون وجهه النظر هذه مستقله غير مدفوعه الاجر لصالح هذا البلد، ربما يختلف معي في الرؤيه في المستقبل، في ليست هناك مشكله، ويجب الالتفات الى هؤلاء في اطار التعدديه السياسيه اللي هي شرط اساسي للديمقراطيه. لكن لما يبقى فيه ان هذا الموقف يبقى يتم زي مثلا اللي حصل في الاخوان الجبهه اللي عملوها بعد ثوره يناير وسموها التحالف الديمقراطي، جابوا احزاب صغيره معاهم وقالوا احنا عندنا عشان يوسعوا النطاق، يقولوا احنا 40 كتله مدنيه في وجه المجلس العسكري، ويسوقوا هذا للعالم. هذا ما يحدث الان، هو يريد ان يقول من خلال استغلال هذه المجموعات التي لا علاقه فكريه ولا انسانيه ولا وطنيه بينهم وبين تنظيم الإخوان، يستغل هذه المجموعات في أن يسوق نفسه سواء للداخل أو الخارج، بمعنى لسنا وحدنا ضد هذه السلطة أو ضد ما حدث في 30 يونيو. طب توقعاتك لما سيفعله الإخوان من خطوات في المرحلة القادمة، مثلا في الانتخابات البرلمانية، هل سيشاركون بصورة غير معلنة مثلا؟ هل سيستمرون في هذه المظاهرات؟ هم قالوا سنقاطع، لكن دخلوا انتخابات النقابات، عندما شفنا في انتخابات الأطباء قتلوا في انتخابات المهندسين من أجل عدم سحب الثقة، ومن ثم هو لن يتخلى عن استخدام الأدوات الشرعية التي تتيحها الدولة في أن هو يسيطر عليها. شوف يا ستي نوران، إحنا بقالنا، إحنا خلاص السؤال بقى واضح دلوقتي، بقالنا 80 سنة كل الناس تتكلم عن حقوق الإخوان كمواطنين وإحنا معاها، بس لم يسألهم أحد عن واجباتهم حيال الوطن. هم يريدون الحصول على الحقوق كاملة، حق المباشر، الحقوق السياسية والاجتماعية وفي الوظائف وفي المعاملة أمام القانون، دون أن يلتزموا بأي واجب حيال الوطن ابتداء من أداء الخدمة العسكرية لحد أقل واجب.